بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أحمد البوكي. النهاردة هنتكلم عن ماوس جاك. ماوس جاك دي ثغرة موجودة في بعض الأجهزة زي الماوسات الوايرلس أو الكيبورد الوايرلس، تمام؟ تقدروا تشوفوا الموقع ده، هتلاقي عليه بروف اوف كونسبت وفي فيديو لطيف كده اللي هو بيتعرض في الباك جراوند ده، تقدروا ان انتوا تشوفوه. هنشوف هنا about، ده تعريف بسيط بالماوس جاك، تمام؟ احنا بس هنشوف الصفحة بتاعتهم على جيت هاب، في بروف اوف كونسبت هما مقدمينه، هنحاول ان احنا نعمل ريبروديوس ماوس جيت جيت هاب. دي الصفحة بتاعتهم على جيت هاب. لو هنشوف هنا السبورتد هاردوير، هنلاقي فيه عندنا كريزي راديو، وفي عندنا سبارك فان ان ار اف 24، وفي عندنا هنا اللوجيتك يونيفاينج دونجل موديل سي زيرو سي يو اسف 0007، وده موجود عندي، ده اللي هو اليونيفاينج يو اس بي الخاص من لوجيتك، وده مدعوم لانه مبني على ان ار اف 24، تمام. هنشوف هنا الطريقة، هنلاقي في هنا عندنا طريقتين اهمت، ده الخاصة باليونيفاينج، وفوق هنا هنلاقي الخاصة بالكريزي راديو، تمام. هنعمل الاول كلون للريبو وهنمشي على الخطوات اللي هم حاطينها. جت كلون اوكي، هنعمل انستول الاول لجت. بعد ما تعمل انستول هننزل بيلدنج فريم وير، تمام. يبقى اول خطوة هنعملها هي دي، تمام. جيت سب موديول اند، تمام. آسف ما عملناش لسه كلون. get sub module sub module registered okay. تمام، هنعمل ميك اوكي اس دي سي سي نوت فاوند ال اس، في ريكوايرمنتس هنا مفيش ريكوايرمنتس، طب هنشوف هنا في ريكوايرمنتس ولا لا. تمام، في عندنا هنا ريكوايرمنتس، كنترول سي اوكي، هنشيل بايثون ويب جرب دبتو، تمام مفيش مشكلة. هنثبت هنا باب يدوي أول ما يخلص تثبيت دبليو جيت
بايثون جيت كده عشان يثبت أداة بيب عشان نعرف نكمل. اوكي بيقول لنا بيب مش موجودة، هنثبتها تاني بس بإضافة سودو. تمام هنثبت الأدوات زي ما هو طالبهم. زي ما حضراتكم شايفين اوكي كود نوت. في هنا عندنا مشكلة، طب هنجرب نكمل ولو ظهر عندنا مشكلة هنجرب نرجع لإصدار بايثون غير ده. هنجرب نعمل ميك اوكي، هو كده عمل ميك خلاص. هننزل فلاش ايونيفاينج دونجل، ده الأمر عندنا. هنبدأ بقى بتوصيل القطعة اللي معانا اللي هي لوجيتك. بسم الله، زي ما حضراتكم شايفين الموضوع شغال معانا، بيعمل فلاشنج مفيش اي مشاكل الحمد لله. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده تمت العملية بنجاح. هو هنا حاطط الشرح ازاي ترجع اليو اس بي للوضع الاوريجينال بتاعها او ترجع الفريم وير الاصلي بتاع شركة لوجيتك، بس ما يهمناش الموضوع دلوقتي. ال اس خلاص نرجع ال اس ان ار اف ال اس سي بي بن ال اس. تمام احنا هنرجع للتولز، زي ما حضراتكم شايفين عندنا هنا ال ان ار اف 24 سنيفر وال ان ار اف سكانر. هنجرب نشغل ال ان ار اف سكانر. NRF سكانر اوكي، هيحتاج صلاحيات روت تيرو سوبر يوزر. طبعا هو لو ادى معانا اي اخطاء هيكون المشكلة انك محتاج تشيل الجهاز وتركبه تاني اللي هو الـ Unifying USB. زي ما حضراتكم شايفين هو هنا علق، نعمل كلير سكرين، نشيل القطعة ونحطها ونجرب تاني. NRF24 سكانر. دلوقتي انا ابدأ استخدم الجهاز اللي هو الماوس بتاعتي. زي ما حضراتكم شايفين هو هنا عمل سنيفنج او عمل هنا، يعني هو هنا عمل سكان وحدد الادرس الخاص بالماوس بتاعتي اللي انا بستخدمها حاليا دلوقتي. تمام بستخدمها على جهاز تاني وهو عمل لها ايه، حدد الادرس بتاعها. تمام حدد الادرس بتاعها تاني اهوت. هناخد الادرس ده كوبي كنترول سي كنترول ال. بعد كل عملية او بعد كل استخدام هتحتاج انك تشيل اليو اس بي وتحطها تاني. عندنا بعد كده ال ان ار اف سنيفر سودو بايثون ان ار اف سنيفر. هنجرب داش اتش. في عندنا هنا ممكن نحدد الادرس، هنحدد الادرس. تمام داش ايه هنحدد بعده الادرس انتر. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هو بيعمل سنيفنج لأي حركة أنا بقوم بيها، يعني الماوس أي حركة بتتحركها زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي الماوس ثابتة فمفيش أي حركة منها. تمام مفيش أي داتا. أما أبدأ أحركها دي الداتا اللي بتتبعت. تمام
ممكن بقى ابدا انا احلل الباكتس الخاصه بالماوس اللي عندي، وابدا اعمل لها سكريبتنج بحيث ان هو مثلا يعمل لي درول حركه الماوس او يعمل لي رسم لحركه الماوس. هو اصلا احنا لو كبرنا هنا هنشوف ايه اللي بيتغير. مفيش غير اخر مقطع او اخر خانة. ثانية واحدة، هتلاقوا في اجزاء معينة ثابتة وفي اجزاء تانية بتتغير، تمام؟ ولو غيرنا حركة الماوس في اتجاه مختلف هنلاقي اجزاء تانية خالص هي اللي بدأت تتغير معانا. فالواضح قدامي ان الترافيك بتاعها مش انكريبتد وما بيتغيرش. ده بالنسبة للماوس اللي عندي، تمام؟ هنجرب نشوف في سكريبتات ايه تانية موجودة. مفيش عندنا حاجة. طيب هو في سكريبت اسمه جاك ات، هنحاول نلاقيه. سي دي بروج ال اس، تمام؟ لا مش عايزين ده. طيب هنشوف هنا الشرح بتاعهم. اوكي ده ال NRF سنيفر، RF NRF سنيفر، تمام. في أداة تانية هنحاول نجيبها. اوكي ماوس جاك، جاك ات، تمام. دي أداة تانية نحاول نجربها. اوكي كوبي سي دي ال اس، تمام. جيت كلون سي دي جاك ات ال اس بايثون سيت اب بيلد انستول، تمام. جاك ات اوكي. في عندنا هنا ايرور. طب هنجرب سي دي بن ال اس سودو. اوكي هنحاول سودو بيب انستول، جرب تاني كليك. طب في عندنا تقريبا ملف requirements sudo pip install r requirements، تمام. هو كده هيعمل setup ال requirements. انا اسف ان انا فاتتني الخطوة دي. cd bin jacket طبعا بالصلاحيات الروت. هنشيل قطعة ال USB ونحطها، نضغط enter، تمام. هو دلوقتي بيعمل سكان. هبدأ أحرك الماوس برضو حركة عشوائية عشان تبعت أي داتا، بحيث ان هو يلقطها او يعرف ان هي موجودة في المكان. زي ما حضراتكم شايفين هو شافها. طبعا انا عندي اجهزة تانية في المكان بس مش شغالة على نفس التردد اللي هو 2.4 جيجا هرتز. ممكن فيما بعد لو حابين ان انا اجرب لكم نعمل سنيفنج على كيبورد من نوع مايكروسوفت، تمام، ونشوف الكيس تروكس او ضغطات لوحة المفاتيح، ممكن نجرب نعملها ان شاء الله. كنترول سي هياخد الادرس ده كوبي. هنشوف الهلب ومفيش حاجة موجودة. طب داش ده شل، تمام. تقدر تحدد ادرس، ادرس تقدر تعمل اوتو بي دبليو ان او اوتو بون اوتوماتيكلي فايند اند اتاك اول تارجتس. ده عشان يعمل اتاك على اي تارجت هو يلاقيه. ممكن ان انا تحدد الفندور، الفندور بتاعنا لوجي تك. دلوقتي ممكن نحدد له سكريبت، بس هنجيب بقى سكريبت نجربه. اوبن تاب، هنجيب رابر داكي سكريبت. هنشوف رابر داكي بيلود. طبعا الأداة اللي هي جاك ات دي ممكن تعمل انجكت لرابر داكي سكريبت،
من خلال يعني وايرلسلي، انت مش محتاج ان انت انتراكت خالص مع الجهاز او مع التارجت بتاعك، مجرد بس ما استخدمت الماوس جاكينج او الاتاك ده، تمام، تقدر ان انت تحقن اي حاجة في الجهاز بتاع الشخص اللي هو التارجت بتاعك، حتى من غير ما يكون عنده انترنت ولا اي حاجة، انت هتحقنها وايرلسلي. حتى لو الجهاز اير جاب ده مش متوصل بالانترنت، كل اللي واصل عليه بس كيبورد او ماوس وايرلس vulnerable للاتاك ده، تقدر ان انت تستخدمه. طبعا لو هو انا دلوقتي بجرب على كي، لو بجرب على كيبورد، فنقدر نستخدم الكي لوجن للاتاك ده، تمام، بس انا ما بستخدمش دلوقتي كيبورد، بستخدم ماوس. هنجرب دلوقتي، برضو هنرجع نجربه تاني. هنروح على البيلوتس لايبراري كريدنشالز برانك، تمام، هجيب اي برانك، اوكي، ده بيل وده هوت، هنجيب الرو، تمام، هنعمل دبليو جيت بيلود، اسف، خلاص كده هنعمل سكريبت بيلود دوت تكست، انتر، هنشوف هيقدر يحقن ولا لأ. دي الباكت، دي الباكت اللي هو عمل لها سنيفنج. دلوقتي ممكن اضغط كنترول و سي عشان هو يبدأ يحقن البيلود، تمام، اضغط كنترول و سي. ممكن نحدد او ممكن ما نحددش، يعني ممكن اقول له اول او ممكن احدد له رقم واحد على التارجت بتاعنا، انتر، sending attack to، هو الوقت هيحاول يبعت الباكتس بتاعته على كل الشانلز المتاحة، مش هيبعت على شانل واحدة بس، تمام. طبعا من التكنيكس اللي بتستخدم عشان تعمل بريفنت للاتاكس اللي زي دي، ان في رولينج بيحصل للشانل، يعني الماوس عندي بتعمل رول للشانل، ما بتستخدمش الشانل مرتين ورا بعض، كل مرة بتبعت باكت مثلا بتعمل رول للشانل دي، بتغير الشانل اللي هي شغالة عليه، بحيث ان لو في حد يجي يعمل سنيفنج او يجي يعمل ان هو يحاول ينجكت اي كي ستروكس، فالموضوع ما بيكونش سهل بالنسبة له. زي ما حضراتكم شايفين هي الأداة هتقف على كده، لأن أنا مش بستخدم كريزي راديو، ال USB Unifying من لوجيتك مش بيستحمل ان هو يستخدم في حاجة زي دي. احنا دلوقتي هنعمل كنترول سي وهنجرب نعمل كي لوجن، يعني هنشيل سكريبت، اوكي، انتر، هو دلوقتي ستارتنج كي لوجر. طبعا انا بستخدم ماوس، فهو انا مش عارف هيقدر يجيب الحركة بتاعت الماوس ولا لا. لو حابين نجرب على كيبوردات، يعني انا عندي كيبورد من شركة لوجيتك وعندي كيبورد تانية من شركة مايكروسوفت، لو حابين ان احنا نجرب عليهم هنجرب عليهم نفس الاتاك ان شاء الله. بالنسبة للكيبوردات والماوسز الموجودة في ال يعني موجودة هنا في السوق المصري، فهي معظمها ما بيشتغلش أصلا على تردد 2.4 جيجا هرتز، ومعظمها بيستخدم ترددات راديو وحاجات، يعني الترددات بتاعتها منخفضة جدا. طبعا ده بيرجع للشيبسيتس اللي هما بيستخدموها أو للقطع الإلكترونية الداخلية اللي هما بيستخدموها، بيستخدموا قطع بتكون رخيصة طبعا عشان ما تعلاش في التكلفة على المشتري، فما بتكونش شغالة أصلا على الترددات اللي هي 2.4 جيجا هرتز. تقدر إن أنت تحدد التردد بتاع الجهاز اللي أنت بتستخدمه سواء ماوس أو كيبورد من على العلبة، ممكن تلاقي رقم اسمه FCC ID، أو ال FCC ID ده يعتبر identifier للجهاز بتاعك. تقدر تبحث بيه على الإنترنت وهتلاقي المعلومات الخاصة بالجهاز اللي انت بتستخدمه،
من حيث التردد ونوع الموجة اللي هو بيشتغل عليه. تمام كده نكون وصلنا لنهاية الشرح. أنا طبعا شرحت بصوت لأن أنا نزلت نفس الشرح قبل كده والناس طلبت إن أنا أشرحه بصوت. بتمنى يكون الشرح كان واضح، ولو في حد حابب إن أنا أكمل في الشروحات دي ممكن يسيب لي كومنت، ولو في أي اقتراحات هكون في انتظاركم إن شاء الله. في رعاية الله.